مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم، وما زلنا في تغطيتنا الحية والمستمرة على مدار الساعة للحدث الأبرز على أرض الكنانة، مع تواصل فعاليات قمة المناخ كوب 27 أو قمة إنقاذ الكوكب والإنسانية، والتي تستضيفها مدينة السلام لتتحول الاتفاقات السابقة لعهود وخطوات ملزمة تواجه تداعيات التغيرات المناخية التي بات العالم بلا استثناء يئن تحت وطأتها. للمزيد من المتابعة والتفاصيل والتحليل ينضم إلينا الدكتور السيد صبري، استشاري تغيرات المناخ. دكتور سيد صبري، تحياتي لحضرتك. أهلا بحضرتك. ونحن الآن في الأسبوع الأخير من هذه القمة كوب 27، حتى الآن من حيث المفاوضات والمناقشات الجارية وحتى الإعلان عن بعض التعهدات من جانب بعض الدول، كيف تقيم ما حدث حتى الآن على أرض الكنانة؟ وحتى الآن يعني نقدر نقول إن طبعاً إحنا ما عندناش التفاصيل الكاملة بتاعت ما جرى في المفاوضات عشان، لكن المؤشرات كلها بتقول ان يعني هناك تقدم على الاقل في تحقيق بعض التعهدات التي تم التعهد بها في كوب 26 في جده، الى يعني اتفاقات وخطط يعني ان شاء الله تكون في الفتره القادمه للتنفيذ. ونأمل طبعا احنا زي ما سمعنا عن مبادرات فعليه خاصة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، هناك يعني مبادرات كثيرة جدا، وإن شاء الله يعني مبادرات مع جهات مختلفة في تنافس ما بين الدول المتقدمة والشركات الكبرى في الدول المتقدمة لعمل مشروعات والتشارك مع في مشروعات على إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. يعني طبعا اقراها وسمعنا عنها ايضا اشتراكها مع الامارات لانتاج عمل مزرعه للطاقه المتجدده بطاقه الرياح ب 10 جيجا وات، ب 10 جيجا وات ده يعني بيتكلم في 11 مليار دولار. ده على سبيل المثال شركه مصدر مع شركاء طبعا المصريين شركه حسن علام وشركاء اخرين، عندنا شركه السويدي برضك يعني من الشركات اللي بدات تبقى عملاقه في مجال الطاقه وداخله في حاجات كتير. طب دكتور صبري، يعني دعني اسال حضرتك يعني تحديدا عن القاره الافريقيه، ومصر تتحدث في هذه القمه باسم القاره الافريقيه. القاره الافريقيه بتواجه تحديات كبيره فيما يتعلق بتغيرات المناخ، تصل الى بعض التناقض، فتواجه الجفاف وندره المياه، وتواجه ايضا فيضانات وسيول في مناطق اخرى. اهم التحديات اللي تواجهها القاره الافريقيه في هذا المجال. أهم التحديات زي ما قلنا القارة الأفريقية بتواجه تحديات متعددة، سواء في الشمال الأفريقي هناك تحديات في الجفاف، وفي الغرب والشرق الأفريقي هناك تحديات العكس، لا الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول، وطبعا ده ضر وده ضر. أيضا في الجنوب الأفريقي والوسط الأفريقي نفس المخاطر فيما يخص الفيضانات والسيول في بعض مناطق الجفاف. فهنلاقي ان هناك تنوع في المخاطر، وما فيش حتى كمان نوعيه واحده من المخاطر على المناطق المختلفه من القاره الافريقيه ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط. بس دكتور صبري، عشان كده حاجه مهمه قوي، مصر اعلنت المبادره الافريقيه، هي مبادره لعمل ما يسمى بالمنظومة المتكاملة الأفريقية لرفض المخاطر على القارة الأفريقية بالكامل، وده طبعا هتبقى يعني ممتازة جدا، لأن ده رفض المخاطر والتعامل معها، وهتكون مصر هي يعني تدير هذه يعني منظومة مع الشركاء، هيبقى في مجلس إدارة وبالتناوب مع ممثلي الاقاليم الافريقيه الخمسه اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب والوسط،
ودي اساسا لرفض المخاطر التي على الدول الافريقيه من جميع انواعها، سواء المخاطر من الموجات المناخيه الجائحه الضاريه، الامطار وغزاره الامطار او الجفاف او الموجات الحاره والموجات البارده، كل انواع من المخاطر سيتم يعني رفضها والتنسيق بين الدول الافريقيه بالكامل وامدادها بنظم انذار مبكر عشان تبقى قادره على الاستعداد لهذه المخاطر مسبقا، وده بيقلل او بيزود قدرتها ومرونتها على حضرتك. يعني ذكرت نقطة مهمة قوي، مسألة رصد المخاطر والإنذار المبكر، وكانت من أحد يعني الموضوعات الهامة المطروحة للمناقشة في كوب 27، ولكن نتحدث هنا عن نقل التكنولوجيا ومن المسؤول عن توفير هذه التكنولوجيا للقارة الأفريقية، وهل هناك تمويل كافي لنقل تكنولوجيا رصد المخاطر والإنذار المبكر؟ طبعا التكنولوجيا مهمه جدا زي ما قلنا، من المحاور الرئيسيه او من الادوات الرئيسيه لصد التغير المناخي التمويل لنقل التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات ولا اساسي. وطبعا هذه المبادره لا تتم ليس بعيده عن اتفاقيه الامم المتحده لتغير المناخ، وايضا اتفاقيات ريو الثلاث اللي هي التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، وايضا برضه اتفاقيه ل ما يسمى ب فريم ورك بتاع سنداي لتصدي للمخاطر. يعني عندنا حتى كمان من مجلس الوزراء مركز معلومات ودعم القرار لمجلس الوزراء في قطاع خاص بقطاع الازمات، اداره الازمات والكوارث، ده داخل اساسي في هذه القصه مع جهات مختلفه في دعم من الخارج من الدول المتقدمه من خلال برضك سلسله اخرى خاصه بدعم التعامل مع المخاطر ودعم يعني اداره الازمات والكوارث. فده مهم جدا التكنولوجيا، وده هيجي من التمويل الى المفروض المخصص من هذه الجهات، مش هتقوم به طبعا الدول، انما التي الدول الناميه عليها ايضا تسعى في تحديد هذه المخاطر وتبقى عندها استعداد عشان رفع الوعي واستعداد التدريب عن التعامل مع هذه. يمكن ده بالفعل هو موقف يعني أغلب القادة والزعماء والمسؤولين الأفارقة الموجودين في كوب 27 الذين يعني يؤكدون ويؤيدون مسألة أن أفريقيا تعول على نفسها في اتخاذ ما يلزم تجاه تداعيات المناخ. طب تحديدا في هذه النقطة دكتور صبري، يعني أفريقيا أيضا بها مزايا كثيرة، يعني ربما على رأسها على سبيل المثال حوض الكونغو، وهو يعني نطلق عليه رئة العالم. هذه المنطقة التي لم تستغل كما ينبغي حتى الآن، برأيك كيف يمكن استغلال مثل هذه الأدوات أو هذه المنحة الإلهية للقارة الإفريقية لمواجهة تداعيات المناخ؟ أهم استغلال لهذه المنحة الإلهية زي ما حضرتك قلت، غابات الكونغو تعتبر يعني من أكبر الغابات الطبيعية على مستوى العالم، فأهم حاجة فيها المحافظة على هذه الغابات من ما يسمى الاستغلال فيها اللي هو حرق الغابات او استغلال قطع الغابات. وطبعا ده الناس عايشين موجودين ولازم يسعوا للمعيشه، فلابد من الاداره الجيده لهذه الغابات وتشجيع البشر اللي موجودين في هذه الغابات على انهم يعيشوا، ولكن بطريقه مرشده، وبحيث ان لو اي جزء من الغابه هيتم استخدامه قطعه لاستخدامات الصناعات الاخشاب وغيرها، لابد ان يكون قبلها تم زراعه نفس المساحه بنفس انواع الاشجار عشان يبقى فيه دائما محافظه على هذه الغابات لانها مهمه جدا، ولابد من تحفيز البشر الموجودين هذه الغابات لمساعدتهم على الاستمرار في المعيشه، لانه مش البديل انه نمنعهم من يعني المعيشه بهذه الغابات واستخدامها واستغلال
المهندس فيها، لا لازم تنظيم هذا العمل ومساعدتهم على العيشة أو العيش بطريقة مستدامة. طب دكتور صبري، يمكن ذكرت انه يعني تحفيز الاستثمارات والحفاظ او الاداره الرشيده، الاداره الجيده لهذه المناطق، كيف يمكن جذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقه النظيفه؟ تحدثت في الاول عن الامارات ويعني والاستثمارات في مجال الطاقه المتجدده، لكنها ليست الدوله الوحيده، هناك دول اخرى عديده. لا لا، هناك كثير من الدول على فكره. كنا بنتكلم على القاره الافريقيه، كينيا وقعت مذكرة تفاهم بالتعاون مع بريطانيا المملكة المتحدة لإنتاج مش يعني 30 مليار أو 30 جيجا وات برضك من الهيدروجين الأخضر، يعني ليس فقط عملية مصر طبعا ال 10 جيجا وات ده بداية، هناك ما يقرب إجمالي حتى الآن على حسب ما سمعت ما يقرب من 38 جيجا وات باجمالي مع شركه ايني كمان الايطاليه اللي هي تتعامل معانا في الغاز الطبيعي، وشركات كثيره متعدده، ومع السعوديه مع المملكه العربيه السعوديه ومع جهات اخرى كثيره، كله بيتسابق حاليا، بس في نوع من المفاوضات دلوقتي معاهم عشان لما تتوقع مذاكره التفاهم المشتركه تكون متوقعه على اسس جيده يعني. فاحنا عندنا يعني توقع يبقى كمية كبيرة جدا من الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومصر داخلة فيها اوريدي، بدأ بالفعل تدشين أول مرحلة من كام يوم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة السويس الاقتصادية. ف يعني هناك بوتنشال كبير جدا، زائد زي ما قلنا حتى على مستوى أفريقيا في يعني كينيا زي ما عرفنا، انا اعرفه كمان ان في المغرب في هم هناك عندهم توسع كبير في الطاقات المتجدده بالذات طاقات الرياح طاقه شمسيه. فالموضوع يعني هذا المؤتمر فعلا بدا فيه جديه في التعامل مع موضوع تغير المناخ اكثر بكثير، زي ما ده وجهه نظري انا، زي اللي انا شايفه بسال نفسي من يعني. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور السيد صبري استشاري تغيرات المناخ.